بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. ازاي اخد كل يوم او اكسب كل يوم اكتر من 1000 مليار حسنة؟ بدعاء بسيط جدا او ذكر، فضلا عن استجلاب دعاء الملائكة لي. يعني كيف تستطيع انك تكسب مئات المليارات من الحسنات او ربما اكثر من 1000 مليار حسنة غير دعاء الملائكة ليك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، والحديث حسنه الإمام الألباني وصححه الهلسمي، وقال عنه سنده الجيد: من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. لأن أنت قلت، لو أنت قلت اللهم اغفر لفلان أو أخي فلان، ربنا سبحانه وتعالى هيديك حسنة، لا أقل من أن يعطيك حسنة واحدة. لانك انت احسنت لاخيك المؤمن ودعوت له بظهر الغيب، ودعاء بظهر الغيب مستجاب باذن الله، لانه خالي من الاسره والانانيه. انت مش بتدعو لنفسك، نفسك انت تدعو لاخيك بظهر الغيب. فالدعاء سلاح عظيم، فلما تدعو لاخيك المؤمن ربنا بيديك حسن، والحسنه بعشره. لما انت لو قلت بقى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات دعاء جامع، اصبت كل بيه المؤمنين والمؤمنات على وجه الارض، فربنا سبحانه وتعالى يديك حسنات بعدد الناس اللي موجودين على وجه الارض من المؤمنين. لو قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اصبت المؤمنين الاحياء والاموات من لدن ابينا ادم حتى الان. لو قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات من لدن ادم حتى تقوم الساعه، اصبت المؤمنين والمؤمنات من لدن ادم حتى تقوم الساعه. الاحياء والاموات والذين سياتون من بعدنا الى يوم القيامه، فتاخد كم حسنه؟ مئات المليارات من الحسنات. فانت لو قلت الذكر ده 10 مرات بعد كل صلاه، مش هياخد منك 20 ثانيه او 30 ثانيه. اعمل لنفسك ورد: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات من لدن ادم حتى تقوم الساعه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. انا كده قلته 10 مرات، خد مني ايه؟ ما كملش 30 ثانيه. لكن شوف بقى الحسنات اللي خدتها قد ايه. اخدت ما لا يقل عن 200 مليار حسنة أو أكثر، لأن في دلوقتي على وجه الأرض مليار و300 مليون مسلم. هاخد مليار و300 مليون حسنة، والحسنة ب10 بأقل تقدير يبقى 13 مليار حسنة. قلت 10 مرات يبقى هاخد 130 مليار حسنة. قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، شوف بقى في كام واحد حي، في كام واحد مات من لدن أبينا آدم حتى الآن. لو قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات من لدن ادم حتى تقوم الساعه، اصبت كل المؤمنين اللي هيجوا على الوضع الارض، يبقى هتاخذ اكثر من 200 مليار او 300 مليار او لا، ما لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى من الحسنات. ده غير بقى، ودي منقبه عظيمه جدا، دعاء الملائكه ليك. لما تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات سيوكل الله سبحانه وتعالى لك ملكا يقول لك: ولك بمثل، ولك بمثل، ولك بمثل. ودعاء الملك لك افضل من دعائك لنفسك. شوف الصواب العظيم. يبقى انت حصلت كم عظيم جدا من الحسنات، وكم عظيم جدا من المغفره ايضا، لان الملائكه بتدعو لك بكم كبير من المغفره. كل ما تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ربنا سبحانه وتعالى يوكل. اهم حاجه استحضار النيه يا جماعه، اهم حاجه استحضار النيه. وانت بتقول الدعاء ده وتعد على عقل الاصابع، انا بقول الذكر ده عشان اخد 1000 مليار حسنه. لان لما تكون متشوق للاجر وعارف الاجر ده قد ايه ومحتسبه عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يديهولك ويبارك لك فيه واكتر واكتر كمان. ما جاء عن سيدنا عمر بن الخطاب مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا يحتسب اجره عند الله فهو حسبه له عند الله سبحانه. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى عايز يعلمنا الاثر، الايثار، خلق الايثار. الانسان يفكر زي ما يفكر في نفسه يفكر في غيره، يفكر في كل المؤمنين على وجه الارض. عشان كده جعل الحسنات دي ليك. لما تدعو لاخيك المؤمن ربنا يديك حسن، تدعو لكل جاي. بيعلمنا سبحانه وتعالى ان احنا بس ما نفكرش في انفسنا بس وندعو لانفسنا بس، لا، ندعو للغير، وان احنا سنثاب، فالجزاء الاحسان الا الاحسان. انا هكتب لحضراتكم الحديث دوت تحت الفيديو، يا ريت تنسخوه وتنشروه على مواقع التواصل الاجتماعي، لان فيه ثواب عظيم. من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه. اقول